داخل مكاتب منظمتها الغير حكومية تستقبل هالي صمبا النساء ضحايا عمليات الخفاض. اليوم تستمع هالي إلى كريمة كيتا التي لجأت إلى المنظمة للاستفادة من خدماتها في مجال التخفيف من الأضرار الصحية والمعنوية الناتجة عن الخفاض. العادات عندنا توجب ختان المرأة. كنت أحس ببعض الآلام إلى أن التقيت بإحدى العاملات في المنظمة وأخبرتني بأن الأمر ناجم عن تعرضي للختان. منظمة هالي تنشط في مجال التوعية والتحسيس ضد مخاطر الختان، خاصة في المجتمعات الإفريقية في موريتانيا التي تصل فيها نسبة الممارسة إلى 72% حسب المؤشرات المعتمدة. كثيرا ما نلتقي بعد عملية التحسيس بنساء يشعرن ببعض الألام أو لا يجدن متعة مع شركائهن، ولا يدرين بأن الأمر ناتج بشكل رئيسي عن تعرضهن للختان. الحركات النسوية في موريتانيا قادت الكثير من الحملات ضد هذه الممارسة التي ترى فيها انتهاكا للحرمة الجسدية والنفسية لبنات هذا البلد. ختان البنات أو خفاضهن إذا صح التعبير هو عمل دائب عليه المجتمع الموريتاني القديم بقطع جزء من الأعضاء التناسلية البنت قبل بلوغها بهدف تطهيرها أو محافظة على عفتها. في الشارع الموريتاني ما يزال ختان الإناث أحد أكثر مواضيع التابو الاجتماعي إثارة للجدل بين المحافظين داخل المجتمع والتيارات المدافعة عن حقوق المرأة والداعية إلى تخلي جماعي عن هذه الممارسة. زين العابدين محمد، برنامج اليوم على الحرة، نواكشوط.